أفلام الصيف كان ليها نصيب كبير من الترند الأسبوع ده، وده بعد طرح البوسترز الرسمية والتريلر الخاص بيها. البداية كانت مع فيلم مطرح مطروح بطولة النجم العالمي سكوت أتكنز ومحمود حميدة، واللي نزل النهاردة خلاص في السينمات. كمان هيكون في فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، واللي بيتعاونوا مع بعض من جديد بعد عدد من الأعمال الناجحة، منها خلي بالك من زيزي و122. أمينة خليل مشاركة في فيلم تاني وهو شماريخ بطولة آسر ياسين، وهو فيلم من نوعية أفلام الأكشن واستكمالاً للثنائيات الناجحة. فبعد صعيدي في الجامعة الأمريكية وبيليا ودماغه العالية، هيتقابل محمد هنيدي وغادة عادل من جديد في فيلم مرعي البريمو، وهيكون معاهم في الفيلم عدد كبير من الكوميديانز زي علاء مرسي ولطفي لبيب وغيرهم من الفنانين. وغادة عادل هنشوفها برضو في فيلم البطة الصفراء مع محمد عبد الرحمن. ونيلي كريم كمان بترجع للسينما بعد غياب طويل، وهتكون مشاركة في فيلمين، الأول على الزيرو مع محمد رمضان، والتاني هو فوي 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 مع محمد فراج، واللي لسه ما تحددش ميعاد نزوله في السينمات. كمان هنشوف فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري، واللي كان مفروض أنه يتعرض في العيد ولكن تم تأجيله، وهو من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي. وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week.